تعد الجراد من المواد الاستهلاكية التي يتناولها الكثير من المواطنين، حيث يجدون فيه التسلية والتلذذ عند تناوله. إذا يلاحظ في الأونة الأخيرة أن الجراد يباع بصورة واسعة في مختلف أسواق العاصمة وببعض الشوارع الرئيسية، حيث النساء يقمن بعرضه في فترات المسائية، ذلك بعد طهيه مع إطفاء بعض المواد التي تجعل من تذوقه لذيذا. إن للجراد أرباح كثيرة، فنحن نقوم بتجارته لكي نستفيد من أرباحه التي تساعدنا في دخلنا اليومي. إلى جانب الفائدة التي يجنيها الباعة، يرى المستهلكون أن للجراد فوائد كثيرة وله قيمة غذائية بحسب آرائهم. له فائدة في طعمه وليس له ضرر بالنسبة لي، فحينما نقوم بتناوله أشعر بالارتياح. بالرغم من آراء المواطنين أن للجراد فوائد غذائية، إلا أن للأطباء رأي مختلف. صحيا عنده فوائد كثيرة، بيحتوي على نسبة كثيرة من البروتين، فهو عنده حتى فوائد يعني علاجية برضو لبعض الأمراض، وهو بيعتبر كمان من المقويات والنشطات للجسم، وبيساعدنا كمان أحيانا بيساعد في النمو بتاع الأطفال. إحنا أحيانا بنكافح الجراد لأنه هو بيأكل المحاصيل بالمبيدات الحشرية، فإذا هو تعرض للمبيد الحشري بيعمل لنا تسمم، ده من المضار حقته. ومن المضار الثانية إنه هو بيأكل نباتات وأعشاب مختلفة، فإذا إنسان عنده حساسية للمادة هذه فيقوم يعمل له حساسية في جسمه. إن تجارة الجراد تساهم في تحسين ظروف حياة المواطنين الذين يمارسون تجارته نسبة للدخل المادي الذي يجدونه، لأنه من دون شك يلبي رغباتهم.